معنا رئيس نادي الرائد المكلف منصور الرسيني. مساء الخير أستاذ منصور. أستاذ منصور، طيب سامعني يا أستاذ منصور؟ اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله، هلا والله. اهلا وسهلا، خلينا حياك نتكلم الله. عن منشأة نادي الرائد ومطالبتكم بتطويرها والمشاكل اللي البناء الإنشائية في نادي الرائد. نعم. ايش اللي تم عمله الآن، وايش اللي المطلوب من تطوير هذا النادي أو نادي الرائد من خلال منشآته؟ نعم، أنت تتحدث عن المنشآت الجديدة. طبعا هي اللي كانت نعم. متعثرة، كانت فيها مشكلة في الأرض هي اللي أصبحت أول شيء، أصبحت قديمة ولا بهرت من الأرض. حقيقة الوضع الحقيقة أنه يعني إحنا خجلنا، إحنا كمنسوبين وكجمهور للنادي، أننا يعني من كثرة مطالباتنا في هذه المنشأة أصبحت حلم وتحقيقه صار صعب جدا. فهي المنشأة من سنة تقريبا، من سنة 31 أو 30، وحتى الآن لم ترى النور. حتى الآن هي تحت الأرض، فقط صبت القواعد. حقيقة قبل تقريبا سنة ونص أو قرابة السنتين طالبنا، لا قارب يعني سنة ونص، طالبنا الحقيقة، رحنا زرنا سمو الأمير عبد العزيز مساعد والرئيس العام لرعاية الشباب، وبالفعل الحقيقة فعلا سحب المشروع بعد انتهاء الفترة الزمنية المقررة له، مع العلم انه يعني كمنشآت حكومية من المفترض انه يعني يكون فيها رقابة من يعني من الجميع، من المهندس الاستشاري ومن مكتب رعاية الشباب في القصيم، وايضا من من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويكون فيه جداول زمنية تحقيق نسب معينة من الإنشاء والإنجاز. ولكن للأسف بعد ما انتهت الفترة الزمنية كلها تماما قيل إنها فيها تعثر، والتعثر هي مبنية على يعني على نسب الإنجاز من المفترض. هذا جانب. الجانب الثاني الحقيقة يعني احنا الحقيقة نعاني، يعني منشآتنا الآن الحالية يعني منشأة قديمة عمرها تقريبا فوق عمر النادي قرابة 60 سنة، متهالكة، يعني تكلف الحقيقة أشياء كثيرة من الصيانة، ودائما يعني تعرف الأشياء القديمة والمباني القديمة تستهلك الحقيقة موارد طيب. مالية كبيرة جدا. طيب أستاذ منصور، مو اللي أعرفه أنا معك خلف ملفي، مساء الخير. اللي أعرفه أنا أنه كان في مشكلة في الأرض بين أعتقد البلدية ومدري مين، يعني ما هي مشكلة الرئاسة العامة للشباب؟ لا أبدا، لم يكن هناك أي إشكالية على الأرض، بل بالعكس بدأت هي ومنشأة نادي الرائد ومنشأة نادي التعاون، حتى انه كانت المناقصه نزلت لنادي الرائد قبل نادي التعاون، ورحل الموضوع هذا لحين البدء جميع للناديين، والناديين يعني منشآت الناديين بجنب بعض في منطقه يعني تعتبر نائيه، وبالعكس ولا فيها شيء. وبدات ونادي التعاون او منشأة نادي التعاون قامت الحين وعلى وشك الانتهاء، بقي لها اشهر معدوده، واحنا الى الان يعني لم هي القضيه قضيه مقاول وليست ارض. جميل. منصور حسين رئيس نادي الرائد المكلف، شكرا لك وبالتوفيق لكم ان شاء الله في نادي الرائد.